وده بقى من احلى الايام اللي بعمل فيها الاكل وانا مبسوط، عشان عاملين عزومة على الضيق كده لاختي اللي اول مره تجيلنا من ساعه ما اتجوزت. كلكم عارفين يعني ان لسه متجوزه قريب، يبقى باركلها. فعملت شويه حاجات هي بتحبها. اول حاجه ورقه اللحمه، جبت قطعه ستيك بس جبتها نعام، حطينا حته زبده صغيره في الطاسه. بعد كده بدانا ندي اللحمه صدمه، وبعد ما خلصت من على الجنبين نزلت البصله في نفس الطاسه، حطيت عليهم فلفل اسود ورشه ملح، واول لما اتكرملوا نزلت عليهم بمكعبات بطاطس واي خضار عندك، جزر وطماطم وفلفل الوان. بعد كده حطيت معلقتين صلصه وملح وكزبور وبرابيكا وتوابل اللحمه ورشه سكر عشان مزازه الطماطم. لغوص لغوص 5 دقايق. بعد كده في صينيه هنفرش ورق فويل وورق زبده عشان التسمم، نحط الخضار، بعد كده نفرش عليه اللحمه بالشكل اللي انتم شايفينه، ونقفلهم ونسيبهم حوالي ساعه. وطبعا ما تنساش شيرك تسمم غيرك وتدعو لاخواتنا كتير، هيطلعوا طبعا مستويين. انا فتحتها واديتها وش من فوق، وصراحه كانت بتدوب. عملت جنبها شوربه فراخ ونجرسكو، هنزلها لكم بكره.